المشروع اللي وراك فيه قريب من السنة، والله سنة زايد أنا فاتحه. فهمت؟ على كل ما هو قاع العمل واحد عندي، عندي عمل آخر واحد فيه الحمد لله. قال بما أني كيف الدحمي يسوي نوع ما عندي شيء واحد فيه، قلت أنا يبار ويا أخران واحد فيه جايك تحت المشروع. ما أخذ علي بالنسبة لي، اللي واحد فيه مقتنع به. مقتنع هو أهم شغل. فهمت؟ لأخص شباب اليوم كاملين عندهم واحد منهم ما مقتنع، واحد ما مقتنع به. ماني أنا بعد الحمد لله مقتنع به. فهمت وش هذا لي؟ ولا يوم اللي محشمتني قدام الناس ولا فهمت؟ رواية كبيرة عندي حتى ما عندي رواية قانيتك عن السرقة، قانيتك عن ياسم الأمور ما يمروا، راح لي ياسم شباب بارك. ما شاء الله اشتري نوع من المشاريع ما يحتاج ياسر من ما يحتاج راس مال كبير. لذلك ما عنده صعوبات. لين تقتنع أنت بأنك رواية تعدل يتعدل. نحن بدينا من محل رواية أصغر من ذا. فهمت؟ بديت تطور تطور الحمد لله، يعني عندنا الحمد لله بوتيك، أنا كان عندنا بوتيك. أنا لا طابلة ليش من السمات لأنه بريجيان. جارك تقريبا من أنت قاعد تقريبا من 2020 2021 نحن جايين. فهمت مرحلة شوي شوي ثانية الحمد لله. والشباب من بوستو كله عنده شخص لي. فهمت خلوا من الشباب اللي يقولوا لا نعم العمل اللي بيقولوا فيه ايش؟ هاي شو فلان وشو فلان شو؟ انه بعض عمل بالنسبة له مو عمل، عمل بالنسبة له عمل في الدولة، عمل كبير، عمل تخلص خلاص كبير. فهمت؟ العمل دخل اليومي الحمد لله محدود معه ما هو ساكن ليش. فهمت؟ مرة ينزاد، مرة ينقص، مرة يعود حسب شو قالوا حركة السوق. ده عمل حر. فهمت؟ لا قفلت ولا فتحته سيان. فهمت؟ ايش برا وقاد فرع والله وقت ثلاث سنه لين دينس دينس. الامور كامله تبدا لك تدريجيا، تبدا من صفر اكثر تلحق القمه، القمه ما بقت تجي من راس ملعب. فهمت؟ لا بدك تبدا شوي تخسر مره تطفي مره. فهمت؟ ايش النوع من النوع من التجاره بالنسبه للتجاره اللي يقولوا لهم مثلا البلود هي خساره ياسر. فهمت؟ يوميا تشتري روايه الصبح تشتري ما تبيعها. فهمت؟ يراجع لك برك تودي روايه اخرى وفي يدي. بالنسبه للدوله حالا ما هي ينفس يعني فقيره شبابها قد يستغنى ما يشتغل. فهمت؟ يعني توفر له باش قال خلينا قاعد مراد الدولة ما لحقنا خلي الأعمال الخاصة والأعمال ذاك عمل بالنسبة لي أنا حد شباب بعد ننصحهم كامل بقبل الأعمال الحرة. فهمت؟ بما أنك أنت ما تقول فكرة كاملة وخلق مالي من الشباب أنك أنت الفكرة دارك كاملة فكرة واحدة عدل أنا في مشروع شوفوا نجحت عدل أنت واحد نفسه حيا يوم مني. فهمت؟ ما هي هي الفكرة موتنا أبو شريف ما أنا الله موتنا أبو شريف أنا إن عدل أنا فكرة شوف أنت صاحبي صاحبي شوف النجاح أنت عدل فكرة أخرى طور رواية أخرى جديدة. أنت ما حد أنك تقضي الحواجز ما تحتسب أنك كيف ما تحتسب التعاون لا تحتسب شيء. تحتسب لأنك تعدل تو تقضي حواجزك تقضي حواجزك في راسك. فهمت؟ تصير لك تقني مو عن الطالب عن ياسر مش عن تعدل شيء ما ينفع. فهمت؟ بالأخص حد عنده قابلات ياسر الأمور فرضية فرضية بادر على راسه. راح لك واحد قد يقول لك أنا ما أقدر طبعا أنا أقدر. أنا فقط أود حال ود راس مال كيف خسرت في ذاك نهار اثنين ثلاثه بتصير انك العامل تشكن انقطع الرزق انقطع فريت اجبر حد يأيدك ولا حد يصبرك ولا حد يوصل وش لازم تنسى